مشاهدينا، من الأفلام المشاركة ضمن فعاليات مهرجان أيام بيروت السينمائية والذي يجري حاليا في بيروت يعرض مساء اليوم فيلم إعادة تدمير، الفيلم الوثائقي الثالث للمخرج اللبناني سيمون الهبر من إنتاج جنى وهبة. في 42 دقيقة يستعرض الفيلم مخلفات الحرب الأهلية اللبنانية وإعادة الأعمار وتفجير بيروت وتفجير مبنى سينما ريفولي، ذاكرة مدينة وناسها. للحديث أكثر عن هذا الفيلم معنا مخرج العمل سيمون الهبر في كلاكات. صباح النور سيمون. صباح النور هيدا العز. الفيلم بداية جال على مهرجانات عديدة واليوم يعرض في أيام بيروت، هو الفيلم الثالث في رصيدك يلي عم يروي قصص من بيروت، قصص واقعية وأخبار وإعادة تدمير وإعادة ترميم وتدمير، وهناك لعب على عنوان الفيلم، لما هذا اللعب وكيف بلشت القصة لأنك تحكي عن هالوثائق؟ هي اساسا اللي صار هي المفكره القانونيه ليجل اجندا طلبوا مني اعمل فيلم له علاقه نوعا ما بالتفجير تبع مرفق بيروت. كانت الفكره الاساسيه كيف انه هال 30 سنه فساد من بعد الحرب لحديث هلا انفجروا بوجنا على المرفق، وبعد نقاشات انا وياهم ارتقينا انه رح ناخذ شق الاعمار او اعاده الاعمار من الفساد، لانه بالسياسات يلي اتبعت باعاده الاعمار ببيروت خاصه من بعد الحرب لحديت هلا كان في كثير قصص فيهم فساد، وهيدي السياسات ادت لتهجير عدد كبير من سكان بيروت من بعد الحرب لحديت هلا. ومن هيدي الفكره اجت فكره عنوان الفيلم، انه بدل ما نكون نحن عم نعمر صار في تدمير اكثر من تعمير، وما عم بحكي هون عن الحجر، عم بحكي عن النسيج الاجتماعي، عم بحكي عن البنى التحتيه تبع المدينه، كل هيدول لم يتم اعاده اعمارهم مثل ما كانوا العالم متوقعين من بعد الحرب. نحن عم نشوف بعض المشاهد، بدنا نشوف اذا بنقدر نسمع هيك شوي صغيره منهم اذا هلا او بعدين بوقت لاحق. الملفت سيمون بالفيلم انه هناك شهادات لمحامين، صحفيين، ناس معماريين، سكان المدينه، عم نسمع قصصهم، عم نسمع الاحداث لكن لا نرى وجوههم. كيف تم اختيارهم وليه هل انه ما شفناهم؟ ما كنا عم يعني كان عندي حشريه كل وقت اعرف مين هن هودي العالم، كيف شكلهم، عم بيخبروا انه هن ربيوا بهالمدينه لكن كيف هن؟ الفكرة كانت لأنه كمان الوقت اللي اشتغلنا فيه على الفيلم كان كتير قصير، يعني بين 3-4 أشهر تقريبا من بين ما قررنا نعمل الفيلم وخلصناه. أنا بالنسبة لي كانت حابب أنه العالم يلي بدي أخذ الشهادات تبعهم وعامل معهم انترفيوز يكونوا عينة عن سكان المدينة عامة، قصصهم اللي هي قصص شخصية بس هي بتعبر كمان بنفس الوقت عن كتير من سكان المدينة أو أكس سكان المدينة. من هالمنطلق قررت أنه ما بدي فرجيهم، لأنه مش بس هن خبرياتهم المهمة واللي بتمثل كتير عالم تانيين، وبنفس الوقت كنت حابب ركز أكتر بالأشياء اللي بدي صورها على تفاصيل مهترية بهيدي المدينة، يعني مثلا مبنى لوغران تياتر اللي ببلش الفيلم فيه اللي هو كان نوع من برايد، هيك شو بيقولوا، فخر ان كان بالمعمار بالاركيتكتشر او كان شو كان بيحتوي هو كمبنى، وكثير عالم كانوا دغري بعد الحرب كان عندهم كثير امل انه هيدا المبنى يرجع يترمم وينوجد، وبعده لهلا مثل ما لبل عم يهتري اكثر واكثر من بعد ما خلصت الحرب. فهدول التفاصيل اللي كنت حابب هيك حطهم بقلب الفيلم، وخاصه انه تفاصيل موجودين بالذاكره تبعي، لانه كمان فتره اعاده الاعمار انا كنت وعيله، يعني كنت اول سنه جامعه تقريبا وكنت عم بشوف شو عم بيصير، كنت عم بنزل على البلد قبل ما يدمروا مثلا مبنى الريفولي او كثير اشياء ثانيه، وكنت دائما هيك مش قصة منبهر بالباس هيك، بس انه هيك في شيء عن بيروت اللي كنا نسمع عنه موجود بهدول المباني وشو عم نشوفهم عم بيختفوا بمطرح من المطارح. فقررت انه هيدول التفاصيل اللي راكبين براسي هن اللي بدي احطهم بالفيلم. كم استغرق العمل على الفيلم؟ تقريبا 4 أشهر.
تقريبا 4 أشهر من اللحظة اللي التقينا فيها مع المفكرة القانونية واتفقنا على انه نعمل نروح بهيدا الاتجاه بالفيلم، لا طلعت الفكرة ناقشناها واشتغلنا عليها انا وبترا سرحان وجنى كتير بطريقة كتير هيك، كنا مع بعض كل الوقت بكل تفصيل بكل شغلة عم تنعمل بالفيلم، كل قرار كان عم يتاخد منا نحن الثلاثة، وهيدي كانت أول مرة بشتغل بهيدي الطريقة بصراحة. والملفت انه الاشياء كانت عم بتروح بطريقة هيك سلسة منا لحالها من دون افار تنلتقى، لانه هالقد في لانه ثلاث اشخاص عم بيشتغلوا كمان، يعني بترا هي كاتبه الفيلم معي، وجنى كانت كثير انفولفد كمان بالتطوير تبع الفكره، لكن وحتى جنى هي منتجه الفيلم. جنى هي منتجه الفيلم بس انه عملها على انتاج الفيلم لم يقتصر على التقنيات الانتاجيه، بس كانت موجودة بكل مراحل التطوير وبكل القرارات اللي كان، حتى صوتها كمان موجود بالفيلم. هناك أرشيف بالفيلم، كيف قدرتوا تحصلوا عليه؟ الأرشيف جاي من كذا جهة. أولا بدي أتشكر بهيجة حجاج أول شيء، لأنه بهيجة حجاج أعطاني الأرشيف تبع فيلمه اللي مصوره بالتسعينات بالوقت اللي كان بلشت إعادة الإعمار بالفيلم، فكان كتير كريم لأنه دغري أول ما اتصلت فيه أنه عايزين هذا الشيء كان خذ اللي بدك اياه. فالارشيف الفيديو اللي موجود بالفيلم هو من بهيجة حجاج، من ارشيف بهيجة حجاج. الصور الثانيين من كذا سورس، وفي الصور الجويه تبع بيروت من الستينات لحديت هلا، هدول كان شغل جنى بيسكلي مع الجيش اللبناني، مع قياده الجيش، يلي اكتشفنا بالصدفة انهم دايما بياخذوا صور جوية لبيروت وهاي ريزولوشن، يعني الكواليتي تبعهم بتجنن. فكان كمان لانه في فكرة كانت بالفيلم انه نشوف بيروت من فوق ونحط نقاط على وين هن نقط الفساد اللي نحن عم نحكي عنها. اكزاكتلي، فاجوا هدول الصور على القد يعني. لانه طيب هناك أمور عديدة بالفيلم هيك بتشد المشاهد بالرغم من أنه فيلم وثائقي، والجمهور للأفلام الوثائقي هو جمهور محدد، والفيلم هو حياته بس بالمهرجانات. خبرني شوي قبل ما نحكي عن الجائزة يلي حصل عليها الفيلم، كيف عم بيكون تفاعل الناس يلي هن منهم لبنانية بالمهرجانات؟ يعني ممكن نقول انه هيدي قصه كثير قريبه من الشعب اللبناني اكثر ما تكون انه قصه عالميه. هلا خلينا كمان ما ننسى انه بهيدي الفتره لبنان كان كثير بالاعلام اخر 3-4 سنين بسبب الكارثه اللي عم نعيشها، مش احداث، هيدي كارثه عم نعيشها، هيدي جريمه عم نعيشها بصراحه. فلما انعرض الفيلم مثلا بالمانيا انا كنت موجود، العالم ما كانوا غربة عن الوضع اللي عم بيصير بلبنان. اكيد في كتير تفاصيل بنحكيها بالفيلم هن ما بيعرفوها، بس لانه كمان كانوا عم بيواكبوا الاعلام وكل الاخبار اللي عم بتصير بلبنان من 3-4 سنين لحديت هلا، فلاقوا مطرح يتواصلوا مع الفيلم ومع بيروت بالاجمال، فهذا اكيد ساعد لتالي الجمهور الغربي يلي مش لبناني اتليست يقدر يلاقي صله تواصل او تواصل مع الفيلم. فاز الفيلم بجائزة الصحفية في قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة في مهرجان القدس للسينما العربية بدورته الثانية بمشاركة 26 فيلما روائيا ووثائقيا من بلدان عربية عديدة. ماذا تعني لك هذه الجائزة؟ اوف لا بتعني لي كثير يعني بصراحة. لما تلقيت الخبر كنت ضايع بين انه انبسط او ما انبسط او ازعل، وخاصة انه استشهاد شيرين كان قبل فترة منا كتير طويلة، وكان بعده يعني كان بعده الايفكت تبعه التأثير تبعه علينا كتير واضح وكتير طازة. فأكيد فخر لإلي يكون عندي جايزة بتحمل اسم شيرين أبو عاقلة بهذا المحل، بس بنفس الوقت كان عندي هيدي شو بيقولوا التناقض انه كنت بتمنى ما تكون هيك يعني. ففي هيدي حملتك مسؤوليه لبعدين؟ هل بتفكر انه في شيء اليوم لازم توصله كمان من خلال افلامك الوثائقيه؟ موضوع ثاني لا ما في شيء معين بصراحه، وما انا ما بفكر بهيدي الطريقه، يعني ما بحس انه انا عندي مسؤوليه عامه تجاه لا، بس اوقات بيبقى في اشياء براس المخرج بيكون ما بده يقولها، بس اوقات في يمكن لحظه بتحرك
تاخده الى مكان لا اخر. بصراحه وقفت على الـ على الـ على الـ على قيمه على هذا الكونتراست العاطفي بهيدي اللحظه. هلا ديفنتلي بالمستقبل اذا بدي اعمل شيء ممكن يكون هيدا الشيء موجود بالسب كونشس تبعي وقدر اعمل. ديفنتلي هي القصه القضيه الفلسطينيه بلادهم، انه بالنسبه لي هي اساس، حتى لو ما بحكي عنها بطريقه مباشره بالافلام تبعي، بس هي موجوده بالباك جراوند حتى تبع الافلام بطريقه غير مباشره. شكرا لك سيمون الهبر، مخرج فيلم إعادة تدمير. ومنذكر مشاهدينا أنه فيلم عم ينعرض مساء اليوم بسينما سيتي ببيروت ضمن فعاليات مهرجان أيام بيروت السينمائية المستمر لغاية نهار السبت. وبكرة باتجاهات بصيدا، بكرة بعد بكرة بصيدا، بكرة بمرم خايل، وبعد والسبت أكشلي بصيدا وبعرب سليم. فبندعي كل المشاهدين انهم يتابعوا الفيلم. وشكرا لكم مشاهدينا، موعدنا يتجدد نهار الجمعة، والآن عودة